كان الرئيس رفيق الحريري مفصلاً هاماً في الخريطة السياسية للمنطقة، وسببت حادثة اغتياله ارتباكاً وخلطاً للأوراق، وأثارت استياء وحفيظة الأمير نظراً لبشاعة ما حدث على المستوى الإنساني، وكذلك لأن الحريري كان أحد الشخصيات السياسية المقربة من الأمير. تلقى النبأ الأمير سعود الله يرحمه وهو في وزارة الخارجية، وتستطيع أن تستشعر حجم الألم اللي كان عند الأمير سعود، رغم أنه تعابيره دائما ما تكون تعابير مستقرة. وأعتقد أنه حجم الألم للصلة الشخصية التي كانت تربط الأمير سعود الفيصل برفيق الحريري في تلك الفترة. الانهيار الذي كاد يحدث في لبنان تقتضي تدخل الجامعة العربية، وأنا تدخلت فعلا وذهبت وتحدثت مع الأطراف المختلفة ومع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد شخصيا، وخصوصا بعد اغتيال المرحوم رفيق الحريري. طبعا كان في تساؤلات، هل الأمين العام عنده تفويض؟ تساءل البعض، هل الأمين العام هل بيتحرك باسم من؟ تدخل الأمير سعود هنا وقال نحن نؤيده، واتكلم هنا مع القيادة المصرية قال احنا بنؤيد تحرك الأمين العام، وان التقارير التي ترد الى المملكة العربية السعودية ترى ان هذا التدخل اسهم في تغيير الموقف، لانه عبر عن العرب واقفين مع لبنان ولبنان ككل. كان دائما السعودية بجانب لبنان بدون اي مقابل، ولم تطلب اي يوم اي مكسب من لبنان، بالعكس. فكما ذكرت عند الظروف الصعبة والحروب كانت دائما تدعم الحق اللبناني وتحافظ على لبنان. المال السعودي في لبنان ما يسعى إلا للخير. تأكيد أنه أهم شيء دافعت عنه السعودية هو استقلال لبنان وسيادة لبنان وفرادة لبنان وحياد لبنان.